السلام عليكم أعزائي الصف السادس الإعدادي. إن شاء الله اليوم أجينا نوضح لكم الأسئلة والأجوبة الخاصة بالبوليس أوفيسرز ديوتيز، ما هي واجبات ضابط الشرطة. معناها الضابط أوفيسر ديوتيز معناها واجبات، ديوتي واجب. زين، سؤال الأول: What do people have to follow؟ ماذا من الضروري أو ينبغي على الناس أن يتبعوا؟ follow معناه يتبع، have to من الضروري. زين، people الجواب people have to follow the law، ينبغي عليهم أن يتبع القانون. زين، السؤال الثاني question number two: why do people، لماذا ينبغي أو من الضروري على الناس شنو أن يتبعوا follow the law القانون؟ السبب شنو؟ people have to follow the law so that النتيجة شنو؟ لازم يعني نتيجة اتباع القانون، النتيجة مالته والسبب مال اتباع القانون، we can all live جميعنا يمكننا أن نعيش together safely بأمان. واضح؟ safely بأمان. زين، number three: what do police officers have؟ ماذا لديهم ضباط الشرطة؟ they have لديهم a lot of different duties، لديهم الكثير من شنو الواجبات المختلفة. different معناها مختلف. زين، four: what are police officers duties؟ من واجبات ضباط الشرطة شنية؟ مرات يقول لك عدد لي واحدة اثنين ثلاثة، خلنا ناخذها بالتسلسل. what are police officers duties؟ يعني ذني أهمهن، مثلا نقدر أخاف بعض يعني إضافيات أقوهم نقدر نضيفها. some officers بعض الضباط direct traffic معناها بعض الضباط الشرطة يوجهون المرور، to make مرور السير يعني الناس، to make sure ليتأكدوا that drivers يعني يتأكدوا أن السائقين can use يمكنهم أن يستخدموا the roads الطرق easily and without having accidents وبدون حصول حوادث. زين، هذا الواجب الأول. زين، عندنا بعد شنو؟ they also وكذلك من واجباتهم they also use radar speed guns ويستخدمون جهاز رادار السرعة to identify لشنو؟ ليميزوا people who are driving too fast، اللي شنو؟ للناس اللي يسوقون بسرعة عالية. بعد police identify يميز، شنو معنات guns؟ معناها قلنا احنا بالترجمة مالتها معناها مسدس أو بندقية، هنا نقول جهاز رادار السرعة. زين، عندنا police officers ضباط الشرطة also check يتفحصوا يتأكدوا that drivers ان السواق and passengers والركاب are wearing يلبسون their seat belts يلبسون شنو؟ أحزمة الأمان، أحزمة المقاعد. واضح؟ police officers also investigate يحققوا بالشنو الجرائم crimes like robberies مثل السرقات. بعد police officers ضباط الشرطة try يحاولوا to prevent crimes يحاولوا منع الجرائم as well as solve crimes بالإضافة إلى شنو؟ حل الجرائم solve crimes try to prevent crimes as well as solve crimes يعني حل عدم وقوعها. زين، police officers also help people وكذلك يساعدون الناس with everyday problems يساعدهم بالمشاكل اليومية. for example if you are lost إذا كنت أنت ضائع you needn't worry لا تحتاج أن تقلق you can just ask a police officer for directions تسأل شنو للاتجاهات اللي أنت قاصدها شنو قاصدها عفوا شنو everyday problems مشاكل يومية شنو if you are lost إذا كنت ضائعا you needn't worry لا تقلق you can just ask a police officer for directions للاتجاهات. زين، 5 Why mustn't drivers speed؟ لماذا يجب على السواق أن لا يسرعوا؟ Drivers mustn't speed يجب أن لا يسرعوا because speeding لأن يعني السرعة is one of the leading causes واحد من leading causes معناها الأسباب الرئيسية
of death للموت on the road على الطريق. هذا أيضا الجواب. طبعا هناك الجواب صار عندنا عدة فقرات، واضح؟ حسب عدد المهام أو الواجبات اللي يريدها من عندك الخاصة بضابط الشرطة. زين. 6. Why do people get angry؟ لماذا الناس يصبحون غاضبين when police officers عندما ضباط الشرطة check يتفحصوا their seat belts أحزمة المقاعد ومحزمة الأمان؟ السبب ليش؟ because they don't like من هم people don't like لا يحبون to wear it أن يلبسوه الحزام هذا الأمان. 7. What can seat belts ماذا يمكن لأحزمة الأمان prevent أن تمنع if you have an accident لو كان يعني يحصل لديك حادث شنو تمنع؟ seat belts can prevent يمكن أن تمنع serious injuries معناها الجروح الشديدة serious شديد injuries جروح prevent يمنع. زين. 8. What must you remember ماذا يجب عليك أن تتذكر when you get into a car ماذا يجب أن تتذكر عندما تدخل إلى السيارة؟ You must remember يجب أن تتذكر to wear أن تلبس your seat belt أن تلبس حزام الأمان يعني حزام المقعد. 9. Where are police officers sent إلى أين يرسلون ضباط الشرطة when there has been a crime عندما يكون هناك جريمة؟ To the place يتم إرسالهم إلى المكان where it من معنى هذا crime حيث الجريمة شنو happened حصلت. 10. Why are police officers لماذا ضباط الشرطة sent to the place إلى المكان where a crime happened عندما حصلت هناك جريمة where a crime happened. زين السبب شنو؟ they need to look for هم يحتاجون السبب ليش يرسلوهم؟ لأنهم يحتاجون إلى شنو؟ they need to look for evidence يحتاجون أن يبحثوا عن دليل like fingerprints مثل بصمات الأصابع and footprints وآثار الأقدام. هاي أيضا الإجابة، هاي إجابة هذه الجملة number 9. زين 11. Why do police officers need to look for evidence like fingerprints or footprints? ليش يحتاجون إلى البحث عن دليل مثل بصمات الأصابع آثار الأقدام؟ السبب they can be used يمكن أن تستخدم شننا آثار الأقدام وبصمات الأصابع يمكن أن تستخدم be used to identify ليميزوا and arrest ويمسكوا the criminal المجرم. 12. Do police officers have to recognize the fingerprints themselves? هل ينبغي على ضباط الشرطة recognize يميزوا بصمات الأصابع بأنفسهم؟ No they don't. لا ينبغي عليهم. ليش؟ لأن هناك fingerprint experts يعني متخصصين أو خبراء بهذه الشغلة. زين هاي الإجابة. No they don't. إذا إجابة قصيرة. 13. Why don't police officers لماذا ينبغي لا على شنو ضباط الشرطة have to من الضروري recognize the fingerprints themselves لماذا ليس من الضروري على ضباط الشرطة أن يميزوا بصمات الأصابع بأنفسهم themselves بأنفسهم؟ بالسبب because there are بسبب أن هناك fingerprint experts متخصصين وخبراء بشنو بصمات اليد who do that يفعلون ذلك يعني مو واجبهم هذا. 14. What do police officers also have to do يعني to ask شنو من الضروري أن يسألوا؟ They also have to ask a lot of questions المزيد عن الأسئلة مزيد من الأسئلة حتى تساعدهم في حل يعني في حل أسباب وقوع الجريمة. زين. 15. Whom do police officers interview من يقابل ضباط الشرطة من يقابلون ولماذا عادة المن يقابلون ضباط الشرطة whom or who نيناتن صح المن يقابلون who do police officers
interview يقابل why ولماذا police officers interview يقابلون witnesses الشهود who they think ليش انهم يعتقدون might have information يكون لديهم معلومات about the crime فالسبب بمقابلتهم انهم يعتقدون انه من المحتمل لديهم معلومات حول الجريمة information معناها معلومات witnesses شهود interview فعل يقابل زين 16 how can witnesses help the police كيف يمكن للشهود ان يساعد الشرطة witnesses can help the police يمكن ان يساعد الشرطة by telling them باخبارهم what a criminal look like كيف يبدو شنو المجرم criminal looks like يبدو what time ما الوقت الأكرايم الجريمة was committed اقترفت committed اقترفت يعني تم تنفيذها زين هذا الإجابة 17 what do police officers often watch what do police officers often are often watch يراقبون they often watch places الأماكن where they think crimes حيث يعتقدون أن الجرائم are likely من المحتمل to happen أن تحصل زين سبب why do police officers often watch places لماذا يراقبون الأماكن هذه السبب to watch أيضا where they think أين حيث يعتقدون أن الجرائم crimes are likely to happen من المحتمل أن تحصل 19 what do crowded areas attract ماذا المناطق المزدحمة crowded معناها شنو مزدحم areas مناطق أو مساحات attract تجذب شو تجذب هاي الأماكن crowded areas المناطق المزدحمة attract تجذب pickpockets النشالين 20 why do لماذا crowded areas المناطق المزدحمة attract pickpockets النشالين لماذا تجذب النشالين السبب يعني من وجودهم بهاي الأماكن to steal ليسرقوا people's wallets محفظات الناس الأشخاص المتجمعين بهاي المناطق المزدحمة زين 21 what do احنا هاي نأشرها بالأحمر حتى نعرف هاي الإجابة 21 what do ماذا shops المحلات that sell التي تبيع expensive items معناها الأشياء الغالية attract ماذا تجذب المحلات التي تبيع الفقرات أو الأشياء الغالية thieves السراق واضح احنا نقول الحرامية ولهنا انتهينا من الأسئلة والأجوبة الخاصة بضابط الشرطة وإذا إن شاء الله عندكم فد أسئلة أو فد استفسار عن المعاني الموجودة إن شاء الله تقدر تترك تعليق حتى أقدر أجاوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.